ولاية هيما من أهم الولايات العمانية بحكم موقعها الاستراتيجي الوسط بين شمال البلاد وجنوبها، فهي تبعد نحو 500 كيلومتر عن العاصمة مسقط، ونفس المسافة تقريبا عن مدينة صلالة بالجنوب، وبالولاية التي تقع معظمها في قلب الصحراء تتوافر كافة الخدمات التي يحتاجها المواطنون وتقدمها فروع المؤسسات الحكومية، ويشرف عليها مجمع حكومي على رأسه مكتب سعادة والي هيما. وإذا كانت معظم مناطق هيما واقعة في الصحراء، إلا أن بعض هذه المناطق تقع على الساحل الجنوبي المطل على بحر العرب، وعددها 23 منطقة يمتهن سكانها صيد الأسماك، إلى جانب تربية بعض الحيوانات كالإبل والأغنام. ومن أهم المناطق التابعة لهيما الساحلية مناطق الدقم وأنفون ومدركة، أما تلك الصحراوية فأهمها جدة الحراسيس والعجائز والمضابي والغافتين، على أن أهمها منطقة جعلوني التي توجد بها المها العربية البيضاء، إلى جانب قطعان الغزلان التي ترتعي في براري المنطقة، هذا فضلا عن الإبل والأغنام التي تتواجد بكميات كبيرة في هيما. ونظرا لأن ولاية هيما تحتل موقعا وسطا على خط المواصلات البري الرئيسي الذي يربط بين الشمال والجنوب، وعلى امتداد أكثر من 1000 كيلومتر، فإن هذه الولاية تشرفت أكثر من مرة بمقدم حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ولقائه مع المواطنين. ولقد أعطى لقاء جلالته والمسؤولين مع شيوخ وأعيان ومواطني الولاية كثيرا من الأهمية والتشريف، خاصة عندما يقف صاحب الجلالة على إحوال المواطنين واحتياجاتهم بنفسه، حرصا منه على التعرف على الحياة التي تعيشها الولاية خلال جولاته الكريمة. وتغير وجه الحياة في هيما، فبعد أن كانت تجهل أبسط مظاهر الحضارة، فأنها الآن تعيش حياة عصرية توفرت لها كافة المقومات، وأصبح المواطن في هيما يتمتع برعاية صحية واجتماعية شاملة. ولاية هيما بوصفها صحراوية في الغالب تشتهر بحيواناتها البرية المختلفة، أهمها المها العربي ابن سولع وأنواع الضبا الأخرى مثل الغزلان والريم والوعل البري. وتعتبر منطقة جعلوني حديقة طبيعية فسيحة لابن سولع الذي أعيد توطينه وبعض الحيوانات الأخرى. وحياة البدوي في هيما تعتمد على تربية الحيوانات كالإبل والأغنام، فكان اعتمادهم الكلي على الجمال في أسفارهم ورحلاتهم من مكان إلى آخر، حيث لم تكن هناك بالسابق وسائل نقل أخرى كما هو الحال حاليا. ويعيش الأهالي إلى جانب حيواناتهم ويقضون فترات طويلة تمتد إلى عدة أشهر دون ورود الماء بسبب الأرض القاحلة الصحراوية البعيدة عن مصادر المياه، كما أن حظها من الأمطار يسير جدا، هذا بعكس المواطنين القاطنين في المناطق الساحلية الذين قد يكونون أوفر حظا من ناحية حصولهم على بعض احتياجاتهم عن طريق البحر وممارستهم لمهنة الصيد. ومع بزوغ الفجر الجديد وإشراقة نور النهضة المباركة على أرض عمان الطيبة، نالت ولاية هيما حظها من هذه الحياة الجديدة، وحصلت تلك الصحاري والبراري على قسط من الرعاية والاهتمام من جانب الحكومة الرشيدة، فقد عملت مختلف وزارات ومؤسسات الدولة على إنشاء فروع لها في هيما بهدف إيصال الخدمات المختلفة إلى الأهالي. ولعل أول ما يلمحه المشاهد ذلك الذي يمكن تسميته المجمع الحكومي الذي يضم مختلف هذه الخدمات، وفي مقدمة هذه المؤسسات مكتب الوالي، حيث يقوم سعادة والي هيما بتسيير الأمور اليومية للمواطنين ويشرف على ما يقدم للمواطن من خدمات،
هذا فضلا عن جولاته الدورية لمختلف مناطق الولاية للوقوف على أحوالها. ويأتي في طليعة اهتمامات الدولة الاهتمام ببناء الإنسان وتسليحه بالعلم والمعرفة القائمين على أسس متينة من الدين الحنيف والأخلاق الحميدة والعادات الحسنة الموروثة. فقد حظيت هيما برعاية تربوية وتعليمية شاملة، حيث يوجد بالولاية 3 مدارس تمثل تاريخا جديدا ونمطا حديثا لحياة الإنسان. وعندما فتحت أول مدرسة في هيما أبوابها أمام تلقي العلم، هب الأهالي المتعطشون للعلم إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم. وفي كل عام يزداد الإقبال على التعليم في مدرسة هيما المختلطة، التي تضم إلى جانب الفصول الدراسية قسما داخليا يسكن فيه عدد كبير من الطلبة يحظون فيه برعاية كاملة. تقدم فيه كافة الخدمات من غرف سكنية مريحة ووجبات غذاء تحت إشراف صحي وتربوي. كما يحتوي هذا السكن الداخلي على أماكن للقراءة وأماكن أخرى للترفيه وتجديد النشاط لدى الطلبة. وإلى جانب مدرسة هيما توجد مدرستان في كل من مدركة الواقعة على الساحل الجنوبي والدقم، تضمان مئات من الطلبة ينهلون من نبع العلم والمعرفة الصافي، ويتزودون بما يجعلهم في المستقبل رجالا صالحين يسهمون في مسيرة الخير والعطاء. وإلى جانب ذلك يحظى النشأ باهتمام كبير من الناحية الدينية والعمل على غرس مبادئ الدين الإسلامي الحنيف. وهذا ما تطلع به وزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية من خلال مشايخ العلم وأئمة المساجد، ليحظى الإنسان بتربية روحية في المدرسة الربانية. من أبرز الملامح الحضارية الحديثة التي يمكن ملاحظتها والملفتة الخدمات الصحية التي توفرت في ولاية هيما. فمع بداية انطلاقة المسيرة المباركة كانت الرعاية الصحية من أولويات اهتمامات جلالة سلطان البلاد المفدى وحكومته الرشيدة. وبناء على ذلك انتشرت خدمات الصحة بكافة أنواعها إلى كل مكان وموقع من عماننا الحبيبة. فكانت ولاية هيما إحدى هذه الولايات التي توفرت الخدمات الصحية الحديثة فيها. فمستشفى هيما يطلع بدوره الرائد في الحفاظ على الصحة العامة وكذلك الوقاية من الأمراض، ويقدم المستشفى خدماته المجانية لجميع الأهالي والقادمين، خاصة إذا ما عرفنا أن هيما تعد نقطة رئيسية على الطريق البري، وبالتالي تحتم أن تكون الخدمة الصحية مواكبة للضرورات والمتطلبات. فهو مجهز بخدمات علاجية تشمل عيادة خارجية وأقساما داخلية متواضعة. وبسبب التوسع في مشروعات التنمية وزيادة حجم الاستقرار السكاني
كان لابد أن يواكب ذلك توسعا في نطاق المنشآت الصحية في هيما، إذ يعتبر مستشفى هيما الجديد علامة مضيئة في تاريخ هذه الولاية الحديث، ويعد من أحدث المستشفيات لما يحتويه من تجهيزات أحدث من غرف عمليات وعيادات خارجية وأقسام داخلية للرجال والنساء والأطفال، ويتسع لأكثر من 45 سريراً، وتحيط بالمستشفى المباني الحديثة لسكن الأطباء والممرضين. وإلى جانب المستشفى القديم والمستشفى الجديد في هيما، هناك أيضاً قلعة صحية حديثة في مدينة الدقم الساحلية، حيث يقدم المستشفى خدماته للمواطنين العلاجية والوقائية بكل اقتدار، ذلك لأنه يحتوي على خدمات صحية متقدمة، فهو يعنى بصحة المواطنين. ثم أنه بالمستشفى المذكور وحدة الصحة العامة التي تقوم هي الأخرى بدورها كاملاً في مكافحة كثير من الأمراض مثل الملاريا واليرقات والحشرات وصحة البيئة بشكل عام، وكذا الإشراف على الأغذية وغير ذلك من الخدمات، لا سيما إصدار بطاقات الميلاد لمواليد المنطقة وعمليات التحصين. الرعاية الاجتماعية التي توفرت للمواطن في هيما تعتبر هي الأخرى من أبرز الإنجازات الاجتماعية التي تحققت على أرض الواقع ولمسها المواطن فعلا، فهي التي تعنى بظروفه وحياته وتتحسس وتتلمس احتياجاته وما يشعر به من خلال المسوح الاجتماعية. وهكذا تعد الخدمة الاجتماعية من سمات النور الجديد الذي اطلع على البلاد فأزال عنها ظلام الماضي. والخدمات الاجتماعية في هيما تقدم من خلال مكتب الشؤون الاجتماعية وما يطلع به من دور كبير في إيصال الخدمات الاجتماعية إلى كل من هو في حاجة، حيث شملت المظلة الاجتماعية كافة الأسر المحتاجة للضمان الاجتماعي، فهي تظلل حتى الآن أكثر من 300 أسرة ضمانية في ولاية هيما، تصرف لهم معونات شهرية عن طريق نقاط صرف موزعة في كل منطقة من الولاية، سواء كان ذلك في المناطق الساحلية أو الصحراوية. وبسبب بعض العوارض التي يتضرر منها السكان، فإن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لا تتوانى في مد يد المساعدة لكل من يستحق مثل هذه المعونة، سواء كانت مادية أو عينية. وهكذا كانت الرعاية الاجتماعية شاملة لكل المناطق التابعة للولاية. إلا أنها بفضل وسائل الاتصال الحديثة حققت غاية الإنسان في اتصاله مع بقية مناطق السلطنة الأخرى، ففي الولاية خدمات بريدية بواسطة مكتب البريد الذي يقدم خدماته في الولاية. وولاية هيما تعتبر نقطة لالتقاء كثير من الطرق، فإلى جانب الطريق الرئيسي المسفلت تلتقي في هيما عدة طرق ترابية ممهدة تربط بين بعض المناطق وبعض المنشآت الأخرى كحقول النفط مثلا. ولذلك أقامت وزارة المواصلات مركزا للطرق في هيما من أجل أعمال الصيانة والإصلاح، وهو مجهز بوسائل الاتصال السريع من أجل الإبلاغ عن أي أعطال تستدعي الإصلاح. والولاية نقطة هامة في منتصف طريق السيارات الطويل بين شمال البلاد والجنوب، إذا كانت مركزا رئيسيا بالنسبة للمسافرين عن طريق البر بواسطة حافلات النقل الوطني أو السيارات الخاصة أو الشاحنات، ويتزودون بكامل احتياجاتهم بما في ذلك ما يحتاجونه من محطة الوقود الموجودة وما تقدمه من خدمة للعابرين، حيث يرغب الكثيرون في قضاء فترة راحة قصيرة بعد عناء الطريق. وبسبب الازدهار الذي شهدته البلاد
في ظل القيادة الحكيمة لجلالة سلطان البلاد المفدى حفظه الله، ازدادت الحركة التجارية والنشاط والانتقال المستمر بين مختلف المناطق، ذلك بعد أن ارتبطت مناطق السلطنة بشبكة طرق حديثة. وقد نظمت شركة النقل الوطني تسيير رحلات يومية صباحية ومسائية بين مسقط وصلالة، مرة بعدد من الولايات، منها ولاية هيمة الواقعة في منتصف الطريق. فسيارات النقل الوطني المكيفة والمريحة تتوقف في هيمة كمحطة توقف رئيسية بين الشمال والجنوب. هذه إحدى الاستراحات العديدة والحديثة على الطريق البري المؤدي إلى المنطقة الجنوبية. تقع هذه الاستراحة في منطقة الغافتين التي تبعد 100 كيلو متر عن هيمة، والاستراحة تعمل ليل نهار على راحة المسافرين واستقبالهم في كل الأوقات. لذا فيؤم الاستراحة كثير من الناس ربما يقضون فيها بعضا من الوقت للراحة أو لتناول بعض الوجبات. ويوجد بالاستراحة مطعم لتقديم وجبات الطعام والمرطبات، وأن الاستراحة مؤهلة كذلك لاستقبال العديد من النزلاء في غرفها المزودة بكافة وسائل الراحة. ويقوم على خدمة هؤلاء النزلاء طاقم مؤهل ومدرب على الخدمات الفندقية الراقية. مركز شرطة عمان السلطانية في ولاية هيمة من المعالم الحديثة إلى جانب قلاع النهضة الأخرى، ويقوم أفراد المركز بواجبات قليلة في خدمة المواطنين في الولاية، بل وخدمة الغادين والرائحين عبر الخط البري الرئيسي وخطوط الصحراء الأخرى. فطالب العون والمساعدة من أي فرد من أفراد الشرطة يجد كل تعاون. وقد تكون أغلب المسائل التي لها علاقة بالمركز تلك التي لها علاقة بالسير، كما يقوم المركز بدوريات منتظمة إلى مناطق هيمة المختلفة وتقديم أي عون ومساعدة. من طبيعة المناطق الصحراوية في العادة قلة الأمطار بل وندرتها أحياناً، وهذا يترتب عليه شح في مصادر المياه. وكثيرا ما عانى سكان الصحاري من قلة الماء، وهذه سمة وطبيعة الحياة هناك. ولقد قال تعالى في محكم التنزيل: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وبذلت الدولة جهودا كبيرة في توفير عنصر الماء لسكان الصحاري والمناطق النائية عن طريق حفر الآبار وإنشاء محطات التحلية التي انتشرت في العديد من المناطق التي لا توجد بها مياه عذبة. وفي ولاية هيمة تم حتى الآن إنشاء 6 محطات تحلية تمد المواطنين بالمياه العذبة، ووفرت عليهم المشقة في الحصول على الماء. فهناك محطات في كل من مدركة على الساحل والسعدنات بالدقم وظهر وهيتام ومضابي وهيمة. والولاية تجمع بين السمة الصحراوية والسمة الساحلية، والمناطق الصحراوية بطبيعة الحال خالية من الحياة النباتية باستثناء وجود بعض الشجيرات الصحراوية المقاومة لندرة الماء، فهي لا تحتاج إلى كثير من الماء، يكفيها أن تحصل على بعض الأمطار التي تنزل بين فترة وأخرى، وفي بعض الأوقات بل وفي أغلبها تعيش فقط على ما ينزل عليها من قطرات الندى الذي يكثر في سماء هيمة. وقد نجد بعض الأشجار كالسمر الكبيرة في بطون بعض الأودية ذات الطبيعة الصخرية، ذلك أنه بعد نزول الأمطار فإن المياه تحتجزها قشرة صخرية في بطون الأودية، وبالتالي فإن جذور هذه الشجيرات تصل إلى المياه المختزنة عبر شقوق التربة. وبالقرب من هذه الأودية تكثر الحيوانات التي يعتمد عليها أهل البادية، خاصة الإبل والأغنام، بحكم أن الأودية أفضل من غيرها من الأماكن من حيث وجود بعض المراعي. وقد ينزح الأهالي بحيواناتهم
إلى مناطق مجاورة سعيا وراء الكلاء. ومن أجل الحفاظ على هذه الثروة الحيوانية الكبيرة، فقد زاد اهتمام الدولة بها وضرورة تنميتها. لذا فإن وحدة البيطرة في هيمة تقوم بتحصين هذه الثروة ووقايتها من الأمراض من خلال المراقبة المستمرة. جدة الحراسيس منطقة صحراوية تتكاثر بها بعض الأشجار الكبيرة نسبيا، أهمها السمر، ويسكنها قبائل الحراسيس، فهم قوم مرتحلون دائما يمثلون نمطا من أنماط الحياة البدوية، ووسيلتهم في الارتحال الجمال وحدها قبل أن يعرفوا ركوب السيارات كما هو الحال في العصر الحاضر. وسبب هذا الارتحال كما أشرنا سابقا هو وراء العشب والأمطار التي قد تهطل على بعض المناطق المجاورة، ثم تكون العودة إلى أماكنهم الرئيسية. ومن أهم ما يميز جدة الحراسيس وجود المها العربية البيضاء وبعض الأنواع الأخرى من الظباء مثل الغزلان والريم وغيرها من الحيوانات البرية. وبفضل اهتمام حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم بضرورة المحافظة على البيئة الطبيعية للمنطقة، عملت الحكومة الرشيدة على إعادة توطين بن سولع في موطنه الأصلي في جعلوني بجدة الحراسيس التي تبعد مسافة 110 كيلومترات تقريبا عن هيمة، وذلك عن طريق إحضار بعض رؤوس هذه المها العربية. ونجح هذا المشروع نجاحا كبيرا، وأعاد من جديد إلى المنطقة ما فقدته من ملامحها وفقا للتوجيهات السامية. وقد بدأ التخطيط الفعلي لهذا المشروع في عام 78، ولم تمضي فترة من الزمن حتى تم تسريح أول قطيع من هذه الظبا مكون من 10 رؤوس في براري جدة الحراسيس، وذلك في أوائل سنة 82. وهكذا أصبح بن سولع يسرح في منطقة جعلوني بجدة الحراسيس كما كان، وتجاوز عدده الآن 45 راسا، توالد منها نحو 23 في المنطقة نفسها. ويقوم على حراسة المها حراس من أبناء جدة الحراسيس، فهو لا يغيب عن عيونهم التي ترقب تحركاته في المنطقة باعتباره يشكل ثروة طبيعية للسلطنة. وطريقة إعادة توطين بن سولع في جعلوني يتم في البداية حجزه داخل حظائر خاصة لفترة من الزمن، ثم يطلق في حظائر كبيرة ويبقى بها لمدة تصل إلى 6 أشهر، يكون بعدها قد تأقلم وألف الطبيعة، وأصبح بالتالي مهيئا لكي يترك خارج قضبان هذه الحظائر. وينطلق بن سولع لمسافات بعيدة الآن قد تصل إلى 100 كيلومتر وراء المراعي، وقد يبقى في تلك المناطق البعيدة لمدة 6 أشهر تقريبا، ثم يعود بعد ذلك إلى مكانه الرئيسي في جعلوني. وكما أشرنا فإن بعض المناطق التابعة لهيمة تطل على البحر العربي في الجنوب، وهذه المناطق تتمتع بسحر وطبيعة خلابة ومناظر جذابة تأسر الألباب بجمالها، خاصة منطقة نفون التي تبعد عن الدقم بنحو 40 كيلومترا، وتمتاز بهوائها العليل وجوها المعتدل على مدار السنة تقريبا، حتى في الصيف الذي تشتد فيه الحرارة باستثناء المنطقة الجنوبية. وعلى شواطئها تتكاثر أنواع من الطيور في أسراب كثيفة تضيف إلى جمال المنطقة منظرا طبيعيا رائعا. وكذلك يميز نفون الأشجار الباسقة وبعض المزارع، وبالتالي يمكن اعتبار نفون من أبرز الأماكن السياحية الجميلة التي يمكن التمتع بشواطئها. وفضلا عما تتمتع به هذه الشواطئ من جمال، فإنها أيضا تعد مصدرا هاما من مصادر الثروة السمكية، ويعيش على هذه المهنة الكثير من أهالي المنطقة. وقد وفرت الدولة معدات الصيد من قوارب وشباك وغير ذلك لتشجيع هؤلاء الصيادين للنهوض بهذا المصدر الحيوي من ثروتنا الطبيعية.
كما يوجد مصنع للثلج جاهز للعمل لكي يمد الأهالي والصيادين بالثلج لتبريد الأسماك التي يتم شحنها إلى باقي مناطق السلطنة لتتم بعد ذلك عملية تسويقها. إن ما شاهدناه يوضح بجلاء